and for all oppressed nations, we need to continue to keep building our movement in Vancouver, in BC, in Canada, to come together as a strong... We as Indigenous people are connected to the people of Palestine through our struggle for wellness and peace. شهدت مدينة فانكوفر اليوم السبت مظاهرات حاشدة نددت بشدة عمليات القصف والمجازر في قطاع غزة، فقد تجمع المئات من المشاركين في الحدث السلمي للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني. بدأت المظاهرات في ساحة المدينة المركزية، ومن ثم انطلقت مسيرة ضخمة جابت شوارع المدينة. لم تكن المظاهرات مقتصرة على الفلسطينيين فقط، بل شهدت إقبالا كبيرا من مختلف الجنسيات والأعراق، مما يعكس التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية. أول إشي إحنا هون اليوم عشان نوصل رسالة للعالم إنه الفلسطينيين وين ما يروحوا مضطهدين، وصوتنا ما عم بوصل، ما في ميديا بتغطي الأشياء اللي إحنا عم نمرق فيها. وللعالم الغربي اللي هلأ اكتشف انه فلسطين من يومين ولا من اسبوع بلشوا يفهموا انه عن جد في مجزرة وفي محرقة عم بتصير شبه اللي صارت فيهم قبل، احنا اليوم واقفين عشان نفرج العالم كلياته انه في عدد كبير كتير من الناس اللي انظلمت واللي تهجرت اهلها وناسها، وهلأ عم بتطلعوا على الاخبار بس عشان يحاولوا يوصلوا صوتهم للناس اللي مش فاهمة إيش عم بيصير. إحنا شعب صار لنا أكتر من 75 سنة عم بنعاني تهجير وظلم وقهر، ناس بتموت وناس عم مش عارفة حتى وين تروح بهذا السجن اللي بيسموه الأوبن إير بريزن اللي هي غزة. هذا أقل إشي إحنا بنقدر نعمله. عم نحاول نركز على اليوث إنه نفرجيهم إنه إحنا صحيح الكبار رح يموتوا بس صغارنا رح يضلهم يحاربوا إذا مش بالحجار بصوتهم يوصلوا للعالم إيش الفلسطينيين عم بيواجهوا اليوم. في مظاهرة في فانكوفر لحتى نثبت للعالم كله ونكشف الحقيقة والأكاذيب اللي عم بدعيها الاحتلال، وتنديدا للاحتلال الإسرائيلي على غزة والمجزرة المجازر والإبادة الجماعية اللي عم بتصير لشعبنا وأهالينا بغزة وكمية المعاناة اللي عم بيعانوها. ما أعتقد أبدا 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 في العالم كله حد اتعرض لهيك عدوان بهذا الحجم، إبادة جماعية، قصف المستشفيات، قصف الكنائس. إحنا طبعا جايين تنديد لهذا الإشي، وإحنا بنقولهم الله ينصركم وإن شاء الله النصر حليفنا، ويا رب يا رب يا رب يا رب الله يكون مع أهل غزة ويكون سند إلهم وعون. طبعا أنا موجودة هون عشان أعمل سبورت لأهلي، أنا إلي أهل بغزة وإحنا عايشين في حالة صعبة جدا جدا علشان نحاول إنه إحنا نوصل لهم. إحنا أحيانا كتير ما بنعرف نوصل لهم باليومين وبالثلاثة، فالوضع كتير صعب، فإن شاء الله إنه صوتنا يوصل علشان هالحكومات تتحرك ونحاول نوصل صوتنا قد ما نقدر للناس.
السؤال الذي يدور في أذهان الكثيرين، متى سيتوقف هذا العدوان؟ ومتى سينعم الفلسطينيون بحياة آمنة؟ لقناة الوطن رشا قصاد، كندا. انتفاضة 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 انتفاضة.